بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وعليه نتوكل دائما، منه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعين الأعزاء، تتواصل الانطلاقات، تتواصل التحديات والإثارة شوطا تلو الآخر. مشاهدينا الكرام، هكذا تبدأ رحلة الانطلاقات والإثارة والمنافسة في هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، ناخذ البداية الأولى والتحدي الأول هناك على المقدمة وعلى البداية مع انطلاقة شوطنا التاسع عشر. هذا الشوط الذي يحمل المنافسة، يحمل التحدي، يحمل الانطلاقات القوية. ناخذ مقدمة هذا الشوط لتصدر القيادة وسيطر جناح هذا الشوط خاص بالأبكار، جناح على المركز الأول من تصدرت القيادة وسيطرت على البداية للسيد نايف بن محمد بن مصلح الأحبابي. بينما هنا الوصول من قبل الحاضرة مياسة عبد الله بن محمد بن لويهي بالزفنه العفاري، المركز الثالث واصلة. مشاهدينا الكرام، حاملة رقم 34 تتواجد فيه اللي هي المياسة مطر بن محمد بن دحروي العامري، يقدم لنا حضور المياسة في تحدي هذا الشوط. هناك الوصول، هناك التقدم من وصلت في هذه اللحظة القادمة، غيرت موازين الشوط. بابل وصلت، حامد بن محمد بن حارب الدرعي يقدم بابل اللي على المركز الأول في هذه اللحظة. بدت هنا تغير موازين الشوط، المركز الثاني شواهين، وصل بن مطوع، وصل عبيد بن حمد بن مطر بن مطوع، عبيد بن حمد بن مطوع بن ضحي الاكتبي يقدم لنا شواهين على المركز الثاني. المركز الثالث المياسة مطر بن دحروي. هناك الوصول من قبل شوق علي بن موفي بن علي الدوسري، يقدم لنا شوق على المركز الثالث. هناك الوصول، تقدمت ايضا مع الويهي بن محسن، ولكن بابل على الصدارة، بابل على المقدمة، بابل على المركز الأول، تصدرت قيادة الشوط، طارت على المركز الأول. نعود مع بابل اللي على قيادة الشوط. بدأت تقدم هذا العرض الشيق، هذا الحضور المشرف على المركز الصدارة على المقدمة وعلى بداية الشوط. حامد بن محمد بن حارب الدرعي الكيلو المتر الأخير، الحضور مع بابل، هذا الشكل الفريد، هذا الحضور المميز، شكلا جميل للقاية، شكلا مقري للصدارة على المركز الأول. هناك شعارك الدرعي أيضا واصل بقوة باسمين عملاقين حاضرين على الصدارة مع حامد الدرعي يقدم لنا هذا الشعار، ولكن البداية المقدمة، المركز الأول
التحدي الأول. شوف شوف اللي وصلت اللي وصلت اللي وصلت اللي تقدمت الحاضرة اللي هي التماس علي بن يابر بن مصرح، ولكن بابل طارت. بابل 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 الدرعي بابل على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول. تقدم هذا الأداء الجميل، هذا الحضور المشرف على قيادة الشوط وعلى المركز الأول. هذه النوعية، هذا الشكل الفريد. تهانينا والناموس للسيد حامد بن محمد بن حارب الدرعي، يقدم هذا الأداء الجميل. بابل هي بطلة هذا الشوط. تهانينا والناموس لحامد بن محمد بن حارب الدرعي على فوز بابل بهذا الشوط في شوطنا 19 في مجموعة الأشواط. المركز الثاني للسيد علي بن يابر بن مصرح، المركز الثالث. ثالث المراكز اللي وصلت فيه مشاهدينا الكرام فرحان سالم بن راشد بن حبالة، والمركز الرابع كانت في أيضا حاملة رقم 35 باسم حامد، أيضا بالشعار صاحب الشعار المركز الأول السيد حامد بن محمد بن حارب الدرعي. أما المركز الخامس وصلت فيه شواهين لعبيد بن حمد بن مطوع، والمركز السادس للسيد عبد الله بن ناصر بن خير بن خير الشريفي. أما التوقيت 5:04. تهانينا والناموس حامد بن محمد بن حارب الدرعي.